ميدان ماركيز دو منبال في قلب لشبونة عاصمة البرتغال كان موقع تجمع لآلاف البرتغاليين الغاضبين من إجراءات حكومتهم التقشفية. خرجوا في تظاهرة بدعم من أكبر اتحادات العمال في البلاد بما يضمه من نحو 3/4 مليون عضو، لم يغلقوا الباب أبدا أمام فكرة القيام بإضراب قد يكون شاملا في الأسابيع القادمة. نحن معا هنا بكل قوة ولدينا أسبابنا، فمع ارتفاع الضرائب وارتفاع معدلات البطالة لا يمكن أن تستمر الحكومة في استغلالنا واستغلال العاطلين عن العمل بإلغاء ما هو مقرر لهم من فوائد، كما لا يمكنها الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة، والديمقراطية تحتم الوقوف في وجه هذه الممارسات. أسباب غضبة العاملين في القطاعين العام والخاص تعود لرغبة الحكومة البرتغالية في خفض الرواتب وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، فضلا عن عدم نجاحها في الحد من معدلات البطالة. إجراءات ترى فيها لشبونة ضرورة للحد مما تعانيه من دين عام وصلت نسبته ل86% في وقت يرى فيه المواطن البرتغالي أن بلاده وبسبب إجراءات حكومته أصبحت تعيش فقرا مدقعا. أرتدي زي بوفينيو لأعبر عن الفقر والبؤس. المفوضية الأوروبية من جانبها تقول إن البرتغال تسير على الطريق السليم، لكنها تقول أيضا إن ما أعلنته لشبونة من معدلات نمو تبدو مغرقة في التفاؤل، ولذا ينبغي للبرتغال أن تستمر في سياساتها التقشفية كي لا تعاني من الكارثة التي حلت باليونان حين تجاوز دينها العام قبل أسابيع دخلها القومي، مما أوصلها لهاوية أضرت بها وبسمعتها المالية في الأوساط الدولية.